بعد موسم من العمل تتجه أنظار منتسبي قطاع التربية بولاية المسيلة إلى خدمات لجنة الخدمات الاجتماعية لقضاء عطلتهم السنوية. يعني ابتداء من 11 جويلية إلى غاية 29 أوت في 9 دفعات، والخدمات الاجتماعية كما يعلم الجميع أيضا تقوم بجملة أيضا من الأعمال، فنحن في البرنامج السنوي لسنة 2024 سنتكفل أيضا بعمرة لموظفي قطاع التربية ومتقاعديها وأراملها، بالإضافة إلى السلف الاجتماعية والمنح الاجتماعية وتكريم أيضا متفوقي قطاع التربية. حتى أن وفرت أقل الأسعار بالنسبة علاقة بولايات أخرى، وهذا الشيء نثمنه. اليوم رانا نحضر كممثلي عمال التربية بالاتحاد العام لعمال الجزائر، نحضر عملية خدمات صحية ورحلات سياحية يختار وجهتها منتسبي القطاع رفقة ذويهم بعد التسجيل في قوائم القرعة عبر منصة رقمية. يوفروا لنا عدة وجهات سياحية، يعني الواحد يقدر يختار وعلى الأقل يرتاح من تعب ومجهود سنة دراسية كاملة. اليوم أنا يعني الحمد لله حالفني الحظ، خرجت في القرعة ودرت اخترت ولاية بجاية ملبو، ان شاء الله نروحوا ونجوا بخير وعافيه. فتره استراحه وجيزه، والحمد لله يا ربي اللي هي وفرتنا الخدمات الاجتماعيه لولايه المسيله عده وجهات، يعني ما شاء الله كان تسجيل الكتروني. هي اجراءات يراها منتسبو القطاع تمكن رغباتهم وتلبي اختيار وجهتهم على غرار خدمات صحيه وتعاونيه استهلاكيه.